في الحلقة السابقة تعلمنا التخطيط بقلم الرصاص مع الحرص على عدم الضغط بقلم الرصاص لتلافي الخطأ. إذا تلاحظون بأنه أنا ما أدوس إيدي خطر لا أخطأ وأبدي أمسحك. واستكملنا رسم العين مع تفاصيل دقيقة لرسم الحاجب. نجعل الحاجب أيضا نأخذ تفاصيل الحاجب يعني الشعر هو راح يكون بهالشكل هذا. كما تعلمنا كيفية رسم الأنف والفم بكامل تفاصيلهما. أكيد كل ما نرسم بعد كل ما راح
تيشيرت ابيض. زين شلون هذا التيشيرت ابيض اسويه بنفس الفحم؟ ما ممكن نخليه على نفس هذا، يعني هو مو بدرجه الوجه. اذا عندنا قلم هذا الابيض، هذا ممكن نسويه بعض المناطق الفاتحه، بياض العين، لمعه على الانف، على الجبين، الاسنان اذا ممكن ان نرسمها ونشتغل بالاسنان بالابيض وهكذا. اذا نستخدم هذا اللون، وهذا مهم جدا في الشاركول في اقلام الفحم. كثير من الفنانين يشتغل بالفحم على لوحة زيتية، يعني بما معناه أنه أنا عندي لوحة زيتية عادة أنا أخططها بالفرشة، وكثير من الرسامين أيضا يخططها بالفرشة ويبلش، بس الفرشة الناعمة. بعض الفنانين لا، يقول لك أنا بالشاركول.
نسوي تفاصيل أكثر، بس القصد أنه هذا تكنيك الفحم. شوفوا استخدمت إصبعي، استخدمت القلم الأبيض، المحاية استخدمتها، هاي المنطقة أريد أسويها. شوف إذا سويت بهالشكل هذا حتى نطيني الشعر اللي أريد أرسمه. إذن القلم الفحم هو هذا استخداماته، ممكن نستخدمه بإصبعنا، ممكن نستخدم الأبيض قلم الرصاص الأبيض، المحاية، القلم الفحم للتفاصيل، الرموش أريد أسويها بالفحم أنا بالقلم، تصير بالفحم هذاك. بس هذا أفضل، ليش أفضل؟ لأنه ينطي أكثر دقة،